الدراري البنات عقلتو اللي متابعيني من يامات زمان عقلتو كان عندي واحد المينتور في التايلاند كان السبب في تغيير حياتي، وكنا ضاربنا انا وياه بسبب قلت له رجع نعيش في المغرب وما عجبوش الحال. قال لي الا بقيتي هنايا تنشوف فيك واحد الفيوتشر واعر، ولا رجعتي للمغرب ترجع حياتك اللور اللور. وضاربنا انا وياه وتناقشنا البارح حيت الايجو ديالي ومشيت دويت معاه فهمتي، واخا درا ما كيعرفنيش ودويت معاه وقلت له شوف راه الفضل تيرجع ليك في النجاح وكذا، وشوف لنا ميساج كتب ليا الخوت ملي قلت له هاد الهضره هادي. وفعلا الخوت وحق الله الا هضرتو صحيح، لان راه هو ماشي هو النجاح، وانما ماشي نقول لك انايا الا انت نجحتي راه ماشي انا اللي عاونتك، راه انت راه كما قال لي هو راه هذا الشيء اللي كيدل على شي حاجه كيدل عليك انت باغي تنجح وبلي راه تقاتلتي. المهم راه كل شيء قالوا في الميساج وخلينا نقول لكم الباقي في السطوريه الجايه الخوت. كيف ما شفتوا الخوت دراري وبنات قال لي ماشي اي تلميذ كينجح، الا النجاح نجحتي هادشي كيدل على ان تيدل عليك انت وكيدل على انك خدمتي مزيان وتقاتلتي باش تنجح. وهاد الشيء الخوت اللي كنشوفو انا بعيني يوميا، وما فرعون وبرقل وزكريا وايوب هاد اربعه الشباب اللي جبنا من المغرب الا زادوا اكدوا لي هاد النظريات. راه الاخوان حنا راه كنتقاتلوا معاهم يوميا وكذا، راه ما كاينش اللي يتقاتل معاك في الحياه، راه الدراري راه محظوظين. الدراري راه الحمد لله تبدلوا، وتخيل معانا راه حنا كنا راه والله الا جو سوي السر با مو ما يديروش مع هذاك الشيء اللي يوميا واحد حاضيك اجي كتبتي درتي اجي فقتي علاش تعطلتي علاش درتي هادي دير هادي فينا هو الاكزرسيس فينا هو الفيديو علاش اتفقنا لا الفيديو ماشي هكا اشنو قلت لك لا هاد المره هادي هادي تولي ديروا لها بحال هكا هادي راه ما كاينش الخو اللي هادي يعطيك هاد الوقت هذا راه ما كاينش. ماشي الخو راه بزاف الناس نجحوا ولكن راه ما توفراتش لهم هاد الفرصه هادي راه نجحوا لانه هما باغيين ينجحوا باغيين يتقاتلوا وباغيين يديروا. حنا هاد اربعه الناس اللي اختاريناهم باش نبينوا لك بلي راه اي واحد ممكن ينجح، شخص عادي لا علاقه له بالاي كوميرس جينا هزيناه، جوج ما كتعرفوهمش واحد كان طالب في الجامعه وواحد كان بناي، والاخر كتعرفوهم باش ما تقولش ليا لا هذوك ما كنعرفوهمش ديجا كانوا تيديروا الاي كوميرس. كتعرفوا فرعون معروف وفهمتي وبين خدينا هو جي تبدل ان شاء الله وتبدل ماشي جي تبدل وبرقل حتى هويا راكم عارفينه خدينا جوج ديال الناس وان شاء الله يتبت. ولكن راه ماشي الخوت النجاح بحال هكا هاد الشباب هادو كتاب لهم الله، راه ماشي زعما حنايا الله ما راه الله ديجا مكتب لنا هاد ربعه هادو غادي يطرا لهم هاد السيناريو في العاد حنا غير سابق. ولكن راه ماشي كلشي، راه انت خصك تقاتل راه ما تستناش الفرصه، خصك تنوض تحارب 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 كما درنا حنا كما درنا حنا. راه هاد الشيء الخوت اللي قال المينتور ديالي بلي راه الا نجحتي راه كدل عليك انت وبلي انت راك عاطي الجهد ديال بصح باش تنجح، لان راه شحال من واحد داز عند نفس المينتور ما دار والو، وراه الله دابا جاني واحد الميساج لا وراه راه كنت حتى انا عند نفس المينتور وما درت حتى لعيبه وعيط صوكي دوز حيد. راه علاش راه نفس المدرسه قراو فيها بزاف قريت فيها حتى انا غير انا كنت كنخرج كنمشي كنزيد واحد تابا تيقول لك راه داك البي تي اس ديال حسن دو الله يسمح ليهم ما فادنا في والو ما نفعنا في والو. انا نفعني واش عرفتي اش قرينا تما ونفع امه ديال الشباب؟ راه انت حمار راه انت حمار راه انت فقد فيك الامل. راه الشباب راه عانينا مع هاد الربعه النهار الاول جاو لانهم جاو بالعقليات المدرسه ملي كيخرجوا من القسم والجرا والعضاود الجد والسهره والحفلات ديال الجوج اللي حتى الربعه الصباح وكيجي للتلال القسم تيتفوه وتيدي النعسان نكمل لك القصه في السطوريه الجايه. راه دوزنا المعاناه مع الدراري دابا الدراري راه تبدلوا الحمد لله راه ولاو تيجيو للقسم وتيجلسوا وكنخرجوا انا وانس كنسالي ومع الربعه الخمسه العشيه وكيجلسوا من ورانا يجلسوا يقراوا. واش عمر شفتي واحد تيقول لفرعون يلا نزيدو نخرجوا تيقول تفرق معايا اخويا باقا عندي الخدمه خصني نساليها؟ تخايل فرعون ولا تخايل معايا انت؟ ولكن راه هذا الشيء راه بدلنا فيه بزاف الجهد، راه شي ما تلقاه حتى في شي بلاصه، راه ما كاينش شي مدرسه تقابلك بحال هكا، راه ما كاينش ماشي تنقول لك راه غادي نديرو مدرسه بحال هكا، راه ما يمكنش راه ما يمكنش، راه الا ما قابلتيش راسك راه ما كاينش اللي يقابلك، راه في النيفو ديال الربعه راه ممكن، في النيفو ديال 150 وتسد عليهم كيف الحبس. علاه كلشي تيقول لي لا واشنو علاش بغيتو ديروها بحال الحبس وانتم بغيتو بنادم عبد؟ شوف اخونا ما بغيتيش تكون عبد ما تجيش، واصلا هنيتينا اصاحبي. المهم هذا موضوع اخر فهمتي، اصلا انا لما جيتيش هذاك هو الخير اللي درت فيا وفي وحق الرب تهنيني.
المهم الشباب في الاول كانوا الدراري باربعه جاوا بديك العقليه ديال المدرسه فهمتي بلا تمشي شكل القسم كيتفوت وتتسنى الوقت ديال امتى تصوني باش تخرج عرفتي كتوصل تيخرجوا وسيرتي يدفعوا جد 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 صارت حتى لجوج الليل الاربعه الصباح الخمسه سته الصباح قسما بالله عاد تينعسوا باش يكونوا في القسم مع العشره دابا ولو كانوا مع السته تيجيو القسم مع السبعه السيمانه الجايه ولو مع الخمسه يجيو القسم مع السته يعني شوف كيتبدلوا وكانوا تيخرجوا من القسم تيعطيو الجهد وكيجيو للقسم تيبداو يتفوهوا دابا تيجيو للقسم دابا تبدلوا الحمد لله تيجيو للقسم تيعطيو الجهد كيخرجوا تيعياو تيطيحوا تينعسوا ولكن راه كدوي مع بنادم فينا وقيتي تينعس هنا وقيتي كيفيق اشنو دار البارح فين مشى منين جا اشنو كلا راه تدخل ليه بالديطيط الديطا راه حتى واحد ما مستعد يدير معاك هادشي وبالتالي ماشي فرصة غير متاحه وبالتالي انت خاصك تيرو مع راسك وانت خاصك تضرب تمار وانت خاصك تقاتل مع راسك وغادي توصل توصل الا درتي المجهود غاتوصل غادي توصل الدراري الا عقلتو راه كنت قلت لكم غادي ندير واحد ليكول كنقراو فيها بحال قلتي سيمو لايف سكول كنقراو فيها كلشي اللي عنده علاقه بهذا الدومين هذا باش تولي انترنت ماركتر ناضي علاش ما درتهاش في الاخر لان بزاف غادي يخلص عليه با غادي يجي تما غادي تنشر غادي يبقى يتفوه في القياسه ما غادي يخرج غادي يدير فيت ما مسوقش ضربه في الحيط في الاخر غادي تفشل غادي يقول لك راه انا كنت كنقرا في السيمو لايف سكول وما درت والو في حياتي وانا سميتي ديما مربوطه بالنجاح فهمتي شحال من واحد السيمو لايف اتمين غادي يدخل معاك في ديك اللعيبه تدير بوك السيمو لايف اتمين ناجح سالينا وبالتالي قلت اجي غادي يدخلوا هنا شي مادافاكرز غادي يفشلوا وغادي تحسبوا عليا وبالتالي انا ما يمكنش تحسب عليا شي واحد فاشل انت ناجح دوز لهذا الشيء الا فعلا علاش شاد ربعه ديال الشباب كنموتوا معاهم وغادي ينجحوا ان شاء الله وديجا ديجا بعدا فرحانين لان ديجا ديجا الحمد لله تبدلوا فهمتي ماشي عاد تيتبدلوا ديجا تبدلوا ولا تيبان لك فهمتي انهم خدامين وما بقيناش كنبوشيهم بحال الاول ولا هما عارفين ولا هما دابا تيجلسوا من ورانا بالليل خدامين سهرانين حتى ملي كيمشيو يجمعوا مع الشباب صحابنا في الاول ملي كانوا كيمشيو يجمعوا معاهم شتي داك الفيديو في اليوتيوب شتي فلان شفتي فرتلان مابقاوش كيدوب فلان وفرتلان ولاو كيدوير ادز ستور بروداكت كدا سايز فهمتي يعني تبدل العالم ديالهم تبدل داك البارادايم فاش عايشين بشكل نهائي مطلق هنا فاش بدات كتجي الفكره ديال راه كيما هاد الربعه هادو تشونجاو باقي ان شاء الله خدامين معاهم وباقي غادي نخدموا معاهم باقي عندنا اكثر من شهر باقي عندنا اكثر من شهر ونص anyway. هنا فاش جات الفكره ديال 150 لا ايكول مستحيل ما كاين لا سيمو لايف سكول لا والو ما عادش تحسب عليا الفشل ديال شي واحد كيخرج تيزيد فت تيمشي تينعس هذا هو السبب الخوت علاش ما درتش ما كاين لا ايكول لا سيمو لايف سكول لا ايكول لا تلعب علاش كما قلت لك واحد ما عادش تحسب عليا انا واحد تيخرج من 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 القرايه وتيمشي يتكيف جوانات يلعب جول فازور كيدوز لدارو ينعس ما طلش على كاع شنو قرا في القسم لا تلعبه ما زاد حتى شي حاجه ودي تحسب عليك انت وبالتالي لا هنا مع الوقيته جالس نفكر كنفكر من ورا الموديل ديال 4 كنت قلت الخوت نجيبو 40 باغي نجيبو هادوك على حسابي 40 هنا جات الفكره من اناس وزوير خونا اجي انت جيب 40 باغي تجيبهم فابور كاين الناس يبردلو برسطونه باغيين يخلصوا قلت له السطر 40 كونترولابل 150 راه ماشي كونترولابل راه شتي حنا 4 حمقونا 4 بغينا ندوزو 40 عاد نشوفوا لا ندوزو 150 قلت لهم 150 يا معلم انا قابل ولكن الحبس ما يخرجش شي واحد الحبس لدرجه نجلس وهنا كنتصدم ملي قلت الحبس اوكي غادي نديرو 150 40 هذوك على حسابي الباقيه غادي يخلصوا حتى غادي يخلصوا ماشي يخلصونا باش نربحوا على الاقل شوما غادي يحسبوا غادي يشوف داك الوطيل اللي ريزيرفيناه كامل باش يجلسوا فيه غادي يشد الثمن غادي يضربوا غادي يشد الثمن غادي يضربوا في ديك المده اللي جلس هوايا فطور غدا عشاء اجي لقى انه خاصو يخلص لي ثلاث المرات داك لوطيل حنا لا على حقيتاش حنا شكرينا لوطيل كامل طيحنا الثمن وخلص داك الثمن اللي طايح بزاف فهمتي على حقيتاش حنا ما كنقلبوش ربح حنا داك المجهود اللي دايرينو مع 40 قلنا بدل ما نصورو السلسله فيها 40 غنصورو السلسله فيها 150 حنا رابحين من حوايج اخرين سبونسور حنا ديجا انا مريجيكتي امه ديال لي سبونسور باغا تدخل في هاد السلسله واللي كانوا مرافضين في الاول ملي جا فرعون وبرقل قال لك لا هادوك علاش اختاريتهم كذا ومن بعد ملي بانت لهم الموجه غاده وبالعكس الشعب ما انتريستي وكلشي متابع عجاو لا 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 بغينا ندخلوا قالت لا الشاور ما تدخلش دابا ريح هاد الاول ما بغينا حتى شي سبونسور هاد الاول ريح وتفرج المهم الخوت ملي قلت الحبس وبنادم غادي نديروا ليه السوار في يديه ولا في رجليه باش الا فات الحيط الا خرج على ديك لا زون
فهمتي؟ يا دخل لازون، لازون محكومه ما تدخلهاش الدمدومه، غاتخرج على لازون تمشي في حالك فهمتي، ما تكملش معانا، غاتريح تما مقابلينك فطورك غداك عشاك في القسم والفياق ديالك النعاس ديالك شنو كتقرا الدماغ ديالك كتعطيه لنا ديك الشهرين وجيت من وراها سير الله يهنيك. بنادم ولا تيصيفط لي تيقول لي شنو انت باغي زعما دير الحاب زعما انت باغي بنادم يكون عبد عندك زعما شكون انت كتصحاب راسك كذا اجي والله الا ما يقبل لك بهذا الشيء شي دمدوم اخويا ما تجيش. ملي انت اخويا قافز بحال هكا وانت ما قادرش تحبس راسك حتى شهرين، انا راه كنت كنحبس راسي بالسنوات سد عليا فواحد البلاصه في الطيرون مريح يا خدام هي فاش افونسيت، انت شهرين ما قادرش تسد على سير اخويا انت باغي هذاك الشيء ديال الحياه السعيده وتخرج يوميا وباغي توصل ما تجيش. شوف كل برودوي عنده مالي، كل حاجه عندها مالها، وراه زيدوا حنا الخوت راه حنايا غير 150 حنا غادي نقبلوا غير 150 فهمتي، غير بلا ما تغوت 150 و40 ديجا هما دياولي 40 انا نخلص عليهم فهمتي، يعني 110 و40 انا اللي غنختارهم يعني هما 110 واللي باغيين كتاب. وكل برودوي الا انت ما عاجبكش تشد في الحبس، كاين اللي باغي تشد في الحبس فهمتي، كاين اللي مستعد يعطي شهرين ومن بعد الاخوان غادي تصدموا، غادي تعرفوا شخصيات اللي في المغرب غادي تصدموا حتى هي غادي تكون معنا من ديك ال 150 اللي هما دي بوست مهمين غادي يسمحوا في خدمتهم وغادي يجيو باش غادي يكونوا في ديك ال 150 فهمتي. انت غادي تشوفهم تقول ما يمكنش اصاحبي هذا سمح في خدمته باش يكون في هاد ال 150 باش يجي يدوز الشهرين اللي انت جالس كتقول لا وكيفاش وشكون انت ديال صحابك اللي تشد بنادم في الحبس، انا راه باغي ليه الخير اصاحبي علاش انا نشدو، اما فهمتي انت راه يقولوا نبدا ندخل الفلوس وفاكيت، ولكن انا ما عنديش هاد الضمير هذا. اما الخوت في اطار انعدام الضمير وحسب ليا الكاش راه غادي تحل لي دي زيكول فروع في المغرب باق 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 في كل مدينه مراكش طنجة الرباط اكادير كدا، وغادي تريح تحسب ليا الكاش التلاميذ كتسجل الدفعات غاديين اللي جا كدا نقلتي جبتها في راسك دوز حيد بالك دوز راك دوز حيد انت مقيد صافي وتبدا تحسب الكاش والفلوس داخله. ولكن لا الخوت حنا الحمد لله درنا الكاش، داكشي اللي غتخدم عليه انت درناه، اش باغي تخدم؟ باغي تخدم دير الاراضي درناهم، دير الفيلات درناهم، دير الحديد الفيراريه درناها، دير المازيراتيه درناها، شنو باغي دير؟ كلشي درته. شنو باغي دير؟ يقول لي شنو باغي دير؟ باغي الشهره درناها، باغي غير يقول لي شنو باغي دير؟ انا بالنسبه لي ضربت لافانت الحياه. باقي لي شي برايفت جيت شي لعيبات كذا، ولكن 99.9999 فهمتي قصت ديك الواحد في المية راني فيها، الواحد في المية راني فيها سالينة. وهذا الشيء هو اللي تيخليك ماشي مسوق للكاش. اما اخويا 150 راه دير ريكورد تبدا تدخل 500 400 500 واحد في كل فرع وكثر حتى 1000 ودوز بنادم وحسب ليا الكاش. وبالعكس راه تحسب كثار، راه الا درتي ليه شحال ما درتي ليه راه ما عندكش ديك المسؤوليه ديال فطور وغدا عشاء السكنه ديالو ورد ليه البال منوع يخرج الصداع على مالك اخويا لا الصداع هذا راه، ولكن في اطار الضمير وكتقاد بنادم فهمتي. باغي ديك اللعبه ديال شتي انايا تعطيني بنادم راه ديال الخوت على هذا الشيء هو اللي تيخلينا فهمتي فرحانين، شتي حنا عطينا بنادم اللي انت تقول ما يمكنش ردوا لك يمكن، وراه هذا الشيء اللي خدام عليه مع هاد الربعه هادو اي واحد ممكن تردوا ناضي، ولكن خاصو حتى هو يكون باغي. واحد تيصيفط لي تيقول لي شكون انت اللي تسد على بنادم، والله الا هذا اللي يقبل لك الا حمار، انت اخويا ما هذا البرودوي ماشي لك عطيه باتساع، ماشي ديالك عطيه باتساع. الاخوان شهر 6 ان شاء الله ماكسيموم 7 150 واحد باذن الله، الفيرشن الثانيه من 4 ديال الناس غادي ندوزو ل 150 ديال الناس، هي راه ما تكونش بحال دابا برق راه وخارج كدا، هادو 4 كنكونتروليهم فهمتي، هادشي كاينين غير هنا تيكونوا مع الدراري صحابنا كدا. 150 امبوسيبل، انا ما يمكنش تحسب عليا 150 الا لسديت عليهم، لسديت عليهم وعارفهم تحكم لهم فطورهم غداهم عشاهم شنو كيسمع شنو كيقرا شنو فرض عليه يقرا واش دار التمارين ولا ما دارهمش، مراقبو في حياته عقلو غنخدو ليه 60 يوم فهمتي، اجي بان ليه راسو كيديفلوب ديك الساعه اوكي، ولا ما كانش كيلتزم وكذا كت في الاول ما تينوضش تعطل كذا كتجمع ليه حويجاته كذا كتصيفطو في حالو ما تحسبش عليك، المهم ماشي غتجلس تضرب 60 يوم وتلقى راسك زرق امبوسيبل، غنصيفطوك بكري ان شاء الله، واي واحد استمر كيوصل.